ملايين يعيشون في خطر. الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم. معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. تبرعاتكم في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقتنا الأولى من برنامج خير الناس أنفعهم للناس. في مقدمة هذا البرنامج هناك الكثير للحديث عن الأعمال الخيرية حول العالم والأعمال التي تنقذ البشر والأطفال والنساء. هناك أطفال يصرخون تحت الأنقاض، امرأة تئن بين النيران، رجل يبكي فقد الأهل والأحباب، فتاة ترتجف بردا من صقيع الشتاء، إنسان يموت غرقا فارا من القتل، وآخر يموت جوعا لحصار فرضه عليه إنسان آخر. ألهذا خلق الإنسان؟ للموت وللدمار وللخراب وللقتل والتجويع والتعطيش؟ لا والله. من يمسح دمعتهم؟ من يروي عطشهم ويسد جوعهم ويقيهم برد الشتاء؟ من هم خير الناس الذين يمدون أياديهم وينتشلون الضعيف والمسكين وصاحب الحاجة؟ من هم خير الناس الذين يشعرون بشعورهم ويحسون بآلامهم ولا ينامون طالما هناك ما يمكننا عمله للإنسان؟ لنكن نحن خير الناس بالكلمة الحسنة، بالابتسامة البريئة، والمشاعر الصادقة، بالمال الطيب، لنكرم معا في برنامجنا هذا هؤلاء خير الناس أنفعهم للناس. هذا البرنامج سنستضيف به عددا من المؤسسات والجمعيات والأشخاص الذين قاموا ببذل الغالي والنفيس من أجل الإنسان دون ذكر العرق أو الجنس أو الدين. فنرحب معا بضيفي في حلقتنا الأولى اليوم، السيد يزن نصر الدين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إسلاميك ريليف في منطقة أوتوا. أهلا وسهلا فيك أستاذ يزن. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لاستضافتنا، وإن شاء الله برنامج خير وللخير إن شاء الله. آمين. والأستاذة سوفانا زوريك، أهلا وسهلا فيك سوفانا. أهلا وسهلا. سوفانا الفاوندر، المؤسس ورئيسة المجلس التنفيذي لمؤسسة سفراء الإحسان، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال، شرف إلي أكون متواجدة معكم في هذا البرنامج الأكثر من رائع والمميز، وفعلا الاسم حتى يعني يعطي هيك جمال، يعني خير الناس أنفعهم للناس. إن شاء الله نكون نحن جميعا أنفع الناس للناس ونكون من السفراء الحقيقيين. سوفانا، سأبدأ بك بأنك السيدة الوحيدة على الشاشة اليوم. حدثينا عن نفسك، من هي سوفانا، ولو ما دورك في المؤسسة التي تقومين اليوم بالعمل بها؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أشكر يعني دعوتكم هي حتى أحضر هذا اللقاء الأكثر من رائع، وأتواجد مع جمعية إسلاميك ريليف وأيضا حضرتك أستاذ دكتور جمال. هذا شرف إلي يعني كبير. بداية أعرف عن نفسي، اسمي سوفانا غسان زريق،
طالبة جامعية وفتاة أتيت إلى كندا منذ 4 سنوات ولله الحمد بقصد الدراسة والهجرة والعيش في كندا. وطبعاً كنت قادمة من بلاد الخليج تحديداً السعودية. الحمد لله كنت أقوم هناك في كثير من الأعمال، يعني كنت طالبة ثانوية عامة وكنت أقوم الكثير من الكثير من الأعمال التطوعية في الحج، العمرة، مساعدة المسنات، التبرع بالدم، ويعني يمكن إذا بعد من الآن حتى غد ما بقدر أحصي ولا أعد الأعمال التطوعية اللي كنا نقوم بها. وبصراحة بدأت من عمر تقريباً نقول 13 سنة، فبدأ عندي حب الشغف للعمل التطوعي تحديداً والعمل الخيري اللي هو بلا مقابل، أنك تقدم عمل للناس وتنفع أحد الناس من دون ما تأخذ أي مقابل. فسبحان الله، يعني العمل التطوعي كان في قلبي حب، له حب كبير وله معزة كبيرة. فلما انتقلت، يعني جاء قدر الله أنه أنا انتقل من السعودية إلى كندا، فهي كانت بصراحة لفتة كبيرة بحياتي أني أطلع من هذا المكان وأذهب إلى مكان آخر، ولا أعلم بصراحة كيف الحياة هم في كندا، ولا كيف إنه هل ممكن أكمل مسيرتي اللي هي في العمل التطوعي، ولا كنت حتى أسمع بإنه هل في هون جمعيات أو أمور مثل هيك. وصلت إلى كندا ولم أكن، ما كنت حاطة، يعني كنت حزينة جدا إني وصلت إلى كندا وأنا بعيدة بكل البعد عن حياتي وأعمالي الخيرية تحديدا. ما كنت حاطة أي هدف في بالي إنه أفتح جمعية خيرية، ولكن كان عندي يعني باك جراوند، خلينا نحكي، او دائما كنت يعني كل ما انام واصحى اقول يعني انا ما بيصير هيك، ما بيصير اضل طالبه جامعيه، ما بيصير بس ادرس، لازم اعمل شيء لاخرتي، لازم اعمل شيء لحياتي، لمستقبلي، لمستقبل عائلتي، اولادي. بدينا بعض الشيء عن المؤسسه كمان. فسبحان الله فجاه في يوم من الليالي بدات مسيره سفراء الاحسان، وكنت جالسة هيك وفكرت، قرأت مقولة أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. فمن هنا بدأت فكرة سفراء الأحسان، قلت ليش ما أعمل فريق تطوعي مثل ما كنت في السعودية وأبدأ هيك بأمور بسيطة. وفعلا سبحان الله بدأت وصمم الشعار، سميناه سفراء الإحسان، سفراء لأنه سفراء الخير يعني يبقوا سفراء طول العمر. الإحسان هي الإحسان تشمل كل معاني الإحسان في معجم اللغة العربية: الخير، الفضل، الكرم إلى آخره. وجمعناها سميناها سفراء الإحسان. طبعا شعار سفراء الإحسان إذا الناس شافوه، طبعا هو عبارة عن أيادي بألوان مختلفة، وهذا أنه كمان من حديث الرسول مستوحى أنه لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. والسنابل هي من الحديث من استطاع، اللي هو إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة. فاستوحينا هذا البرنامج وبدأنا طبعا بأول مشروع خيري لفريق سفراء الإحسان. والحمد لله بدأنا ب 25 متطوع، أصبحنا الآن 100 متطوع وأكثر الحمد لله، عم نزيد. بدأنا في أول برنامج وهو البرنامج السنوي اللي بنعمله في جمعية سفراء الإحسان، وهو برنامج كسوة السيدة عائشة، البازار الخيري لكسوة السيدة عائشة، يعني لمساعدة الناس، العائلات، المحتاجة، الفقيرة، اللاجئة. سنتكلم إن شاء الله، لكن أدعو جميع المشاهدين الآن لحضور هذا الفيديو الذي حضرناه عن مؤسسة سفراء الإحسان. Thank you.
ما شاء الله ما شاء الله، أثلجتم قلبنا وصدورنا، الله يعطيكم ألف عافية ويجزيكم الخير. حنرجع لقصصكم وقصص خير الناس. حابين نتعرف على الأخ يزن، لو تحدثنا بعض الشيء عن نفسك أخ يزن. أهلا وسهلا مرة أخرى وشكرا لاستضافتنا وعلى هذا البرنامج الطيب الكريم، يعني وإحنا فخورين نكون راعين رسمين لهذا البرنامج، خاصة إنه برنامج بورجي الخير في اللازال موجود على وجه الأرض وفي الناس وفي أهل الأرض الحمد لله، ومستوحى من حديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، وهو ملخص فعلا لفعلا يعني جوامع الكلمة، ملخص خير الناس أنفعهم للناس نقطة، كل اللي بيفيد الناس هو فعلا حيكون أفضلهم. بالنسبة لي أنا أخوكم يزن ناصر الدين، مدير الإقليمي للإسلاميك ليف كندا هنا في أوتاوا. باختصار الحمد لله يعني نوعا ما صار لي تقريبا أكثر من 13 سنة في العمل الخيري والإنساني بطريقة احترافية، صار لي تقريبا 20 سنة تقريبا في العمل الخيري والإنساني والتطوع إن شاء الله. كنت أتطوع مع أثناء بدأت مرحلة التطوع في الفترة الجامعية، فتطوعنا مع اتحادات الطلبة ومع المؤسسات الخيرية، ومن ثم المساجد والمدارس وبعض الحضانات وبعض المؤسسات الإنسانية الخيرة الحمد لله. ثم واشتغلت في فترة من الفترات في الـ IT لمدة 3 سنوات، بعدين انتقلت بشكل بروفيشنال العمل الإنساني والخيري، صار لي الآن تقريبا 13 سنة في هذا المجال الحمد لله، وزدت عليه عشان نوعا ما حبيت يعني نكون احترافيين أكثر. عملت ماجستير هنا في أوتاوا من جامعة كارلتون يونيفرسيتي، MPNL Masters of Philanthropy and Non-Profit Leadership اللي هو ماجستير في علم الصدقات والإدارة غير الربحية الحمد لله، والحمد لله إن شاء الله الطريق ماشي وبإذن الله للأفضل. يعني أنت أخذت عملا وعلما إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله لجعلنا يعني خيرا مما تظنون إن شاء الله، بس حبينا إنه أحبيت أطابق أشوف هل العلم الموجود في الجامعات الحديثة هل هو نفسه العمل ولا لا، فحبيت إنه على أرض الواقع ولا لا. بصراحة كانت فعلا تجربة جيدة وفعلا مناقشات جيدة ورسالة ماجستير جيدة، في اختلاف في بعض الأمور في تشابه في بعض الأمور، ولكن الحمد لله يعني الخبرة كانت جيدة جدا، وهذا خير، جمع الخير دائما أفضل. صحيح. خلينا احنا وياكم نشوف هذا الفيديو القصير عن إسلاميك ريليف عشان تتعرفوا على هاي المؤسسة الرائعة اللي موجودة حول العالم في أكثر من 40 دولة وبتقدم خدماتها. خليكم معنا، الفيديو بالإنجليزي بس معظم المشاهدين أكيد حيفهموا، إذا في أي أسئلة حطوها في التعليقات وإحنا حنجاوبها إن شاء الله أولا بأول. Oh hey, Slams. My name is Arshia. Welcome to our About Us video. At Islamic Relief, our goal is to save lives and build better futures across the world. We're motivated to go above and beyond in our work every day. We have staff and volunteer teams all across Canada, from Nova Scotia to Quebec, from Alberta to British Columbia. They're committed to making a world of a difference. And it's why people like Trevor Noah, Malala, and our very own Justin Trudeau have recognized and supported the impact that you've made. We've done over 300 projects in over 40 countries. Inspired by faith, we don't only serve Muslims, we serve everyone in need, regardless of gender, orientation, race, or religion. We're the first on the ground when responding to world calamities and emergencies. Or one-to-one sponsorship that helps orphans build the future they deserve. We've introduced microfinance projects that help empower women to build their own businesses. In Canada, we also focus on reconciliation between Indigenous communities. We use innovative ways to achieve long-term sustainability, like solar-powered irrigation. Our projects have touched the lives of over 30 million people. And it's all because of you. This is why we keep you looped in and involved. Through reports, emails, and events, your trust is important to us. And together, we can answer the call. Now that you know a little bit more about us, keep watching because we got a lot of work to do. ما شاء الله، يعني انتو غيرتوا في حياة اكثر من 30 مليون شخص حول العالم، وهذا رقم ليس بالسهل،
ولكن أنا بدي أذكر الجميع أنه هذا ليس فقط رقم، هم 30 مليون طفل، 30 مليون امرأة، 30 مليون رجل، 30 مليون إنسان قد يغير في حياة الآخرين إذا استمر وأخذ الرعاية الصحيحة، وخاصة الأطفال. أستاذ يزن، بدي أبقى عندك. المعاناة حول العالم الآن للأسف يمكن أكثر منها قبل 10 سنوات وتتزايد. لو تحدثنا عن بعض المشاريع اللي أنتم بتقوموا فيها، وأنت شخصيا كيف شعرتها قريبة على قلبك؟ سأنتقل بنفس السؤال لسوزانا بعدك. تمام إن شاء الله. أهلا وسهلا. برضو سبحان الله، يعني كل أخت سوفانا ما شاء الله، كل شيء الجمعيات الخيرية، كل شيء ما شاء الله بتبدأ صغيرة وبتكبر. حتى يعني جمعية الإسلام كليف بدأت من مؤسسة من الدكتور هاني البنا، يعني الله يحفظ لنا إياه ويطولنا في عمره، هو وشخصين كان في المجاعة 1984، المجاعة الكبيرة اللي ضربت القرن الإفريقي، وسبحان الله ثم أصبحت الآن أكثر من مئات الملايين في أنحاء العالم كله إن شاء الله. فكل شيء بيبدأ صغير ولكنه بيكبر إن شاء الله بإذن الله. كل هالجمعيات الخيرية الصغيرة بإذن الله هتكبر وهتصير أكبر أقوى. بالنسبة لسؤالك إن شاء الله، يعني فعلا للأسف زي ما أنت قلت، الكلاميتيز بتزيد، الكرايسيس بتزيد، المشاكل بتزيد للأسف. سبحان الله، يعني فعلا إنه وقت شديد الظلام، ولكنه واجبنا أنه نضيء الشمعة. فللأسف حاليا مشاريعنا كثير فعلا، وخاصة المشاريع الإغاثية في اليمن لا شك من أصبحت رسميا أسوأ دولة على وجه الأرض. مجاعات، من حارب حاول نحارب على قدر الاستطاعة، مياه للأسف غير صالحة للشرب نحاول، عندنا مشاريع إنقاذ يعني تصليح المياه وكذا ونعملها صالحة للشرب. أمراض، أمراض خطيرة، أكثر من 5 أمراض، حمى الضنك وكوفيد وكوليرا وسوء تغذية، وبرضو المي وسخة بتسبب جراثيم وحالات إسهال وحالات عسر هضم، كله للأسف يعني فعلا أصبحت، يعني كان يقولوا سوريا كارثة العصر، الآن صارت اليمن كارثة الدهر لا شك. وعندنا مشاريع طبعا من هايجين كيتس وهيلث بروجيكس وإطعام وبناء برضو أبيار مي للاجئين، خدع من لاجئين، هذا كله موجود حاليا في اليمن. في سوريا لا شك إنه عندنا كثير مشاريع في سوريا. مؤخرا صار في فلادز في شمال سوريا، برضو اضطرينا نواجه الموضوع، ندخل على المخيمات ونزيل اثار الفلادز او الطوفان. طبعا في سوريا من 10 سنين شغالين هناك الحمد لله بفضل الله ومساعدة اهلنا في سوريا. مشاريع كثيرة تشمل مشاريع اطعام، ايواء، خيم، مشاريع صحة طبعا. ولما بدينا العام الماضي دخلنا قسم كبير حولنا من مشاريعنا الكوفيد، كوفيد 19، وهو كنا مضطرين عليه، يعني مجبرا أخاك لا بطل، لأنه كثير من المؤسسات انسحبت وخافت، والناس للأسف الفيروس بنتشر مش بوقف، كانوا يتوقع أنه الفيروس يوقف على الصيف الماضي، ولكن سبحان الله للأسف كمل وأصح أكثر والآن متحور وأقوى. ففعلا عملنا توعية وهايجين كيتس نوزع الماسكات في المخيمات وإغاثة بشكل عام خاصة لكوفيد 19 في كافة أنحاء العالم المضطرب. أضيف عليهم البورما، إخوتنا المهاجرين في بنغلاديش وداخل بورما الحمد لله قدرنا نوصلهم. الشمال ده كل سنة تقريبا بيكون في فلودز، عفوا بيكون في دراوتس اللي هو جفاف، الحمد لله على قدر الاستطاعة بنحاول نساعد الإخوة هناك في محاربة الجفاف، وأحيانا بيكون برضو مجاعات. ولا شك غزة أكبر سجن بالعالم، عندنا مشاريع كثيرة فيها لإيواء الناس ومساعدة الناس ودعم المستشفيات هناك. نعم. أخت سوزان تفضلي. سوفانا الله يخليك يا رب. معلش تقلي السؤال. أنا إيش المشاريع اللي قمتوا فيها وكيف شعرتوا أنكم عملتوا إمباكت حول
العالم او في كندا؟ ما بعرف اذا انتم عملتوا اي مشاريع حول العالم. احنا مبدئيا الحمد لله احنا يعني الحمد لله بدانا في مشروع زي ما قلت لك اسمه كسوه البازار الخيري لكسوه السيده عائشه. هو اكبر مشروع في جمعيه فريق سفراء الاحسان يعمل نعمله سنويا. بصراحه هو يساعد الناس المحتاجه اللاجئين، فاحنا ساعدنا كميه من العائلات اللي داخل كندا وساعدنا اللي خارج كندا، بس ما كنا شخصيا طبعا، كنا بنبعث لهم الاغراض. هلا البازار الخيري عباره، هحكي عن مشروع كسوه السيده عائشه اللي فعلا هو كان اثره كبير على جميع الفريق والمتطوعين، وكان هو البدايه لانطلاقه سفراء الاحسان. فاحنا فكره البازار الخيري لكسوه السيده عائشه، اول شيء اسميناه كسوه السيده عائشه تيمنا بسيده عائشه رضي الله عنها، اللي كانت تعطي الفقراء يعني توزع للفقراء الصدقة بأفضل صورة، كانت تضع عليها العطر وترتبها وتضعها بأحسن حلة وتعطيها للناس المحتاجة. فإحنا تيمنا بها أسمينا البازار الخيري لكسوة السيدة عائشة. شو بنعمل؟ منستأجر ستورج هون بكندا ومنجمع الأغراض لمدة حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع يومياً، نستقبل من الناس والناس بتجي بتعطينا أغراضهم، ملابس مستعملة، أحذية، إكسسوارات، ألعاب، يعني كل شيء ممكن الناس تقدر تتبرع فيه يكون بحالة جيدة صالحة للاستعمال. ثم بعد ذلك ننقل التبرعات. طبعاً هذا بيكون جهد جبار، بنحتاج عدد من الرجال والشباب حتى نجيب تراك ويطلعوا، وطبعاً أنا لازم أكون معاهم موجودة، فهذا صعب يعني علينا إحنا نعمله البنات. فبيجوا الشباب وبينقلوه، بنروح على المركز اللي بنكون معاهم. هلأ أول سنة الحمد لله عملناه في الأناضول، وثاني سنة عملناه في الإسنة. فبعدين بنقعد تقريباً لمدة، إحنا دائماً بنحط 5 أيام، بنقعد بنفرز الأغراض، رجال، نسائي، أطفال، ولادي، بناتي من عمر كذا إلى عمر كذا، نفرز كل شيء، والأشياء اللي إلى الجاربج بنرميها أو يعني بنشوف لها مكان. وبعدين نعمل بازار خيري. بازار خيري بنخلي العوائل نتواصل مع كل المساجد في كندا وكل الجمعيات اللي بيساعدوا العوائل اللي هون المحتاجة أو اللي هون الإنكم عندهم واطية، وهذا بيبعثوا لهم إيميلات بيقولوا لهم إنه في عندنا في بازار خيري كذا كذا في الساعة الفلانية، بيفتح بيغلق الساعة الفلانية، تذاكره مجاني، سجل وتعال أنت وأطفالك، أو إذا ما جبت أطفالك جيب معك الهيلث كارد إثبات، وبيجوا لعنا بيدخلوا بكل يعني بكل أريحية، بيلفوا على البازار كله، في عنا أدوات مطبخ، أدوات عائلية منزلية، كأنهم جايين يعملوا شوبينج، بس ما في أي يعني مبلغ مادي ناخده منهم. بعد ذلك بس يصير سبحان الله، بس تصير البازار خلاص بيطلعوا بياخدوا هدايا والألعاب لأطفالهم وبينتهي البازار. طبعا في ناس كثير سألتنا ليش عملتوا بازار؟ احنا عملنا البازار حتى لا نشعر المحتاج أنه أقل قيمة، أقل قيمة من أي شخص عادي. بازار هم مثله مثل أي بازار عادي، تعال وتسوق عادي، بس إنه اللهم مجانا، ما في يعني مادة بدك تدفعها. فهذا الشيء يميز البازار الخيري لكسوة السيدة عائشة، والحمد لله على مدى السنوات الثلاثة كان الحمد لله البازار ناجح. السنة الماضية عملناه طبعا بالكوفيد، ولكن ما كان في بازار، كان على طريق الأونلاين، بيدخلوا العوائل بيعملوا شوبينج أونلاين وبيستلموا. نعم، في سؤال كان، هل لكم صفحة على الفيسبوك والإنترنت لو تحكيها طبعا تمام، احنا عندنا صفحة على الفيسبوك وعندنا موقع كمان إلكتروني. صفحتنا على الفيسبوك اسمها سفراء الإحسان أو Ambassadors of Goodness على حسب البحث، وعندنا صفحات على كل مواقع السوشيال ميديا، وعندنا الموقع تبعنا جاهز الحمد لله. طبعا هي الفعالية الوحيدة اللي فيني أسلط الضوء إنها هي، طبعا احنا بعد ما نخلص في عندنا أغراض يعني بتزيد كثير. فأول سنة تعاقدنا مع أحد الجمعيات وبعتناها ل4 دول عربية، الأردن وسوريا والعراق ومصر وتركيا حتى أي بتذكر، والسنة اللي بعدها على غامبيا بدولة بإفريقيا، والسنة الماضية اللي هي سنة الكورونا حنسميها سنة 2020 بعتناها إلى الباكستان أو باكستان والهند أتوقع، يعني عفوا يمكن خانتني الذاكرة. فالحمد لله يعني مع أنه جهد جبار وإحنا لسه في البداية، يعني هذا ليست إلا البداية، إحنا بنتمنى إن شاء الله يا رب الله يرزقنا هيك ونطلع يعني نحن بنفسنا نساعد الناس اللاجئة اللي في المخيمات إن كان في تركيا. يعني في خطط قادمة بنخطط لها بهذا جاي معكم بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله هيك يعني المستقبل كمان يكون في يعني لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين أيضا. رب
أنا عندي سؤال مهم لكلاكما، وهذا السؤال يمكن بسأله كل المشاهدين. أوكي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى خير الناس أنفعهم للناس ما حكى خير الناس أنفعهم للمسلمين، ولم يحدد. ولما حكى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما حكى لأخيه المسلم. فهل في تفرقة بين الخدمات اللي بتقدموها في الإسلاميك ريليف، خلينا نبدأ في هل هناك تفرقة في الخدمات اللي بتقدموها لغير المسلمين ولا الناس سواسية؟ لا أبدا، تماما كما حضرتك قلت، إنه إحنا صحيح إنه faith based، يعني مبنيين على قيم دينية أو أسس دينية، ولكن إحنا جمعية إنسانية منساعد كل الناس بدون بغض النظر عن الدين واللون والعرق والجنس. فالحمد لله المساعدة أبدا لكل الناس، وعندنا كثير برامج معمولة domestically local projects. وحتى الإسلامك ريليف كندا عندنا department كاملة اسمها local department أو local domestic projects، هذه من هدفها القيام بالأعمال داخل كندا، وجزء كبير منها يذهب لغير المسلمين مثل indigenous people الكنديين المحتاجين. فالحمد لله أبدا ما في أي تفرقة، بالعكس العمل لكل الناس. حتى الانديجينس وصلتوهم؟ نعم، تعاملنا في أكثر من مشروع مع الانديجينس، وتم دعمهم في أكثر من طريقة، وهم منتشرين على فكرة بكل أنحاء كندا، في أونتاريو، في شمال أونتاريو، هنا عندنا في أوتاوا في موجودين، وفي شمال الغربي لترونتو، وفي كيبكس، وفي ألبرتا. فالحمد لله، يعني طبعا موضوعهم كبير وحتى هو دولي، لأنه على مستوى كندا أقصد، لأنه في عندهم للأسف أمور أساسية ناقصة، بما فيها للأسف تستغرب حتى أمور الشرب، يعني مياه، يعني شرب المياه. ولكن سبحان الله، يعني نحاول نساعد قدر الاستطاعة. نعم، هذا التطبيق لحديث الرسول، خير الناس أنفعهم للناس. سفارة، أهلا. طيب أنا حابة أول شيء أحكي عن موضوع فعلا الناس سواسية، ولا وما كما قال أنب، يعني أنوه نقطة على حديث الرسول، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. فسبحان الله فعلا، يعني إحنا ما منفرق في أعمالنا. صحيح إحنا من حتى في عنا كسوة السيدة عائشة، حتى أذكر في البازار اللي هو مش العام 2020، عام 2019، أتونا ناس غير عرب، غير عرب وغير مسلمين أيضا. يعني إحنا كنا فاتحين البازار لكل الناس، يعني بغض النظر مسلم مسيحي يهودي، أنت بحاجة تفضل تعال، إحنا حنساعدك بغض النظر عن ديانتك، بغض النظر عن عرقك، بغض النظر عن جنسيتك، إحنا هون للمساعدة فقط، حتى نشوف، حتى نرسم الابتسامة على وجوه الأطفال. وفعلا يعني السعادة أو الـ يعني الشعور اللي بتشعره لما بتقدم لشخص مختلف مثلا عن ديانتك أو مختلف عن عرقك، يعني شعور لا يقدر بثمن بصراحة. أيضا كمان إحنا عنا يعني فعاليات إن شاء الله قادمة، وفي في بعضها حتى يعني يعني عملنا العقود ورتبنا الأمور، ولكن مع كوفيد 19 كل شيء التغى. فيعني إحنا دائما بنحب نسلط الضوء مثلا هلأ كسفراء الإحسان في الأصل أصلا هي جمعية مسلمة في الأخير، وهي أصلاً أصلها مسلم، ولكن تعمل فعاليات يعني لكل يعني ما عندها تفرقة. ممكن في مثلاً نفترض مناسبة الكريسماس، نفترض مناسبة معينة بتخص الجالية الكندية هنا، ممكن نقدم لهم بعض من الأنواع، حتى نشعرهم إنه الإسلام دين سلام، دين حب، دين لطف، دين يعني دين يحب الجميع، يحب الناس فعلاً كلها. إحنا منساعدكم وإحنا الناس للناس بغض النظر شو عنا. فهذا نعم. هذا كثير يعني شيء يعني إحنا حاب يعني الحمد لله من فعالياتنا. كمان أيضا ممكن أذكر لك آخر فعالية عملناها، فعالية تخرج. بدي أسألك عن شخصية، بدي أسألك عن قصة إنسان واحد، فكري في الموضوع، عملت تأثير أو أنت شخصا عملت تأثير في حياته، شخص واحد. يعني أنا بدي أذكر قصة قبل ما تفكري. أنا عندي كان برنامج اسمه برنامج تعليم كتاب الهجرة الكندي، كنت أعمله وللأسف ما كان في عليه ناس كتير، يعني ما كان يجي ناس يحضروا كتير، كان يحضروا يمكن الناس اللي تحتاج لكتاب الجنسية وشرحه. يوم من الأيام بعت لي واحد على اليوتيوب، طبعا
طلب انه بده تلفوني وهو في كندا وبده يحكي معاه للضرورة. اعطيته تلفوني، اتصل فيه قال لي انت غيرت حياتنا كنا كعائلة، انا شخص من البدون. البدون يمكن ناس كتير ما بتعرف من هم، هم اشخاص يعيشوا في منطقة الخليج العربي ما معهم جنسيات نهائيا، حضر الى كندا هو عائلته وكانوا خايفين من تقديم اختبار الجنسية. لما عملت انا البرنامج هذا سهل عليهم كتير وقدموا الاختبار ونجحوا وحصلوا على الجنسية. قال لي لم تشعر الشعور اللي انا شعرته انه انا صرت رقم في عدد سكان الارض، لانه قبل ذلك لم يكن اصلا محسوب انه هذا الشخص وعائلته من عدد سكان الارض. فالشعور اللي شعرته انه انا ساعدت هذا الشخص كفاني الى يوم الدين، لانه قال لي انا بدعي لك انا اولادي ليوم الدين. هذه القصه اثرت فيه كثير وهذا السبب اللي احنا ان شاء الله مستمرين. سفراء الاحسان ماذا عمل؟ تعطيني كمان ثواني افكر ممكن نعطي الدور للاخر. يس يلا خير ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. بحب في والله بكثير من القصص، في على السعيد الشخصي وفي على السعيد المؤسسي من اسلام كليف، ولكن هاذكر هذه القصه. احد الزملاء كان من 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 عندنا من الاغاثه الاسلاميه الاسلام كليف، كان مره رايح يصلي في مسجد فكان حاطط الاسلام كليف فيست. احنا عاده في العمل بنحط الفيست، ف صلى الحمد لله وكذا لابس الفيست الازرق وخلص الصلاه. فبعد الصلاة اجى له شخص، يعني ركض له شخص هيك، وهذا الشخص ملامحه قوقازية، بوسني شيشاني، وللأسف كانت حتى انجليزيته شوية ضعيفة أو ركيكة. فاللي صار مع هذا الزميل فبأشر له، فصار يقول له إسلام كريف، أشر له على اللوجو كان بالفستون، قال له أنت إسلام كريف؟ قال له نعم. قال له يعني بمعنى إسلامك ريليف هيك؟ قال له الحمد لله، يعني ليش، يعني ليش بتحكي هيك؟ يعني طبعا بالإنجليزي واي وكذا حاول يفهمه، كان حج كبير بالسن وإنجليزيته يعني على قده تماما. فقال له أشر له على اللوجو اللي هو طبعا هذا اللي محطوط على البست، قال له هذا كنا بوف 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 بوف. فالفهم منه وقت الحرب اللي صارت بالبوسنة، قال له هذا من هذا كنا نأكل. Oh my God. وقال له يعني على هذا كنا نعيش، لأنه كانت الإغاثة طبعا لا شك الإغاثة الإسلامية كان شغالة كثير في حرب البوسنة والهرسك وأيضا الحرب الشيشانية، ولكن مخصوصا الحرب البوسنية. فقال له يعني وشكره أشد أنواع الشكر ودعاله، وفعلا أنه يعني الأخ يعني بعد خلص صلاة يعني بطل عارف يتحرك، هذا الزميل صديقنا اللي من لأنه فعلا يعني هو جاي يصلي ويطلع كأنه حس حاله غير حياة بني آدم، أنقذ حياة الروح بني آدم للأبد، وشافه بعينه في المسجد خارج البوسنة في يعني تصور. ففعلا وهذا على فكرة الميشن إحنا عنا يعني الأوبجكتيف أو الميشن تبعت إسلام كريف، ومن أحياها فكأنه ما أحيا الناس جميعا. Whoever saves the lives, it is as he saved the whole mankind. فعلا هذا هو إن شاء الله اللي نشتغل عليه، وهذه فعلا قصة حقيقية صارت، والحمد لله أن الله يسترنا مساعدة إخواننا في البوسنة وفي أرحاء العالم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. سفانة جاهزة أعتقد؟ جاهزة، تمام. طبعا أذكر لي مراحل، يعني الحمد لله مسيرة العمل التطوعي مستمرة إلى الآن في حياتي، ولكن أذكر في أحد الأيام كنت طالعة مع النساء المسنات وتحديدا الأرامل، كنا نطلع معهم في برنامج اسمه عمرة البركة، كل شهر نطلع عمرة معهم، أو إذا كان مثلا على المدينة المنورة بنروح زيارة إلى المسجد النبوي. وحصرا بيكونوا نساء من هذا الموضوع، او بيكونوا كمان بكم او صم، عندهم حالات ان كان من الرجال والنساء كمان، يعني نطلع جروب شباب وجروب بنات. فاذكر انه انا وضع يعني احنا بيضعونا بيعملوا لنا كل جروب معه يعني بعض النساء وجروب معه بعض الرجال. فانا كشخصيا كنت متطوعه، فبكل غرفة في الفندق كان معي بيكون مع كل متطوع أو متطوعة مسنين أو مسنتين، بيعطوني مسنتين.
بيعطوني لستة قائمة فيها المسنة هذه مثلاً مريضة بالمرض الفلاني، عندها دواء معين إلى آخره، وبتكون مثلاً دائماً مدة يعني الجلوس في هذا الفندق 5 أيام. طبعاً كل رحلة تكون مختلفة عن الثانية، إنك بتكتشف إنه هدول الناس ممكن حتى هم عايشين طول عمره في هذيك البلاد ولكن في حياتهم ما زاروا الكعبة أو المسجد النبوي. فأذكر من الرحلات رحلة إلى المدينة المنورة تحديداً، وكنا بدنا ننام تقريباً لمدة 4 ليالي. فكان معي مسنتين، مسنة بتمشي برجليها ومسنها بدها عرباية حتى حدا يمشيها في الحرم، ما بتقدر تمشي على رجلها. والمسنتين مريضتين سكر، مريضتين ضغط، الله يشفيهم يعافيهم. أنا معاهم في الغرفة لازم أدير بالي عليهم، أعطيهم الأدوية إلى آخره، والاثنين ما عندهم ولا ذرة أمل في هي الحياة، منقطع الأمل فيهم. زوجهم متوفي، أولادهم يعني إذا بتسمع القصص أصلا فعلا أنت بيجيك يأس. طبعا أنا معاهم فتاة يعني لسه في أول شبابي وجاية متطوعة والحياة لسه وردية قدامي، فيعني الوضع كان كتير صعب بالنسبة لي. هم يشكولي وأنا كيف بدي أطبطب على هدول اللي أعمارهم يعني فعلا يعني أعمارهم يمكن تصل 60 و70، والصعوبة في صعوبة بالتعامل جدا، بدك تكون جدا لطيف معاهم. فأذكر طلعنا على الحرم ورحنا صلينا في الروضة الشريفة بعد ما خلصنا، فأنا كانت واحدة معي من المسنات والمسنة الثانية كانت مع أعطيتها لأحد الثانيين عشان يعني يجروها، فكانت معي مسنة وصلينا أنا وياها. فهي قلت لها خالته أنا حصلي وأخلص أقعد تحت يعني عند رجليك عشان أنت بس تصلي تسجدي أنا أمسكك إذا بدك هيك، لأنه بيكون في كتير يعني ازدحام. فقالت لي أوكي. خلصت صلاة وبتبكي بتبكي بتبكي بتبكي، فقلت لها يا خالته مالك؟ قامت قالت لي يا بنتي حاسة إنه خلاص الأمل انقطع فيني، ولدي مش حيرجع ولا رح أرجع لحياتي، أنا خلاص شكله يعني مسلمتها للخالق. فأنا قلت لها كلمتين، قلت لها يا خالته لو الأمل انقطع فيكي والله سبحانه وتعالى مش مطلع عليكي وعلى حياتك، هل كنتي الآن، هل كنتي متوقعة كل حياتك اللي عشتيها، هل كنتي متوقعة أنك ممكن تجي وتكوني في الروضة الشريفة الآن بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفي الشرف العظيم اللي رب العالمين أعطاك إياه، يعني أنت اصطفاكي من بين كل نساء العالمين وطلعتي في رحلة رائعة وقعدة معنا 5 أيام، يومية صلاة الفجر وصلاة الظهر، الخمس صلوات بتقضيها في الحرم النبوي، وبتزوري يوميا الروضة الشريفة، يعني أي اصطفاء هذا اصطفاك الله سبحانه وتعالى. هي تلها هي نعمة من النعم اللي عندك يا خالته. بعدين تلها الأخت اللي معانا في الغرفة ما بتشوف، نظرها ضعيف وما بتقدر تمشي، أنت بتقدري تمشي وتقدري تشوفي وتقدري تاكلي وتقدري تعملي كثير أمور غيرها. يا خالته الحياة والله حلوة يا خالته، بعرف أنه أنت عمرك مختلف عن عمري بس صدقيني الجاي أفضل. ومن كلمة 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 قامت صارت تبكي وصارت يعني هيك بلطف تقول لي يعني الكلمتين اللي أنت عطيتيني إياهم الآن أنا بأكد لك يعني الحياة المستقبلية رح أعيشها بالأمل اللي أنت عطيتيني إياه، أنت عطيتيني أمل، أنت الحياة، أنت الأمل. الكلمات اللي قالتها، الدعاء اللي دعته إلي وإحنا في وسط الروضة الشريفة، يعني أنا انهرت وقتها من الدموع، ويعني والموقف كان جدا صعب علي، حسيت كأنه هيك رب العالمين بعت لي حدا حتى أنا أكون السبب في أمل، سبب في الأمل فقط، يعني فقط أنا عطيتها أمل وهي كلمتين بسيطة، لم أتحدث يعني بأمور عظيمة وما بعرف حياتها كاملة. فسبحان الله كانت دائما تدعي لي وتقلي، وأنا فعلا بحب أني أنوح على نقطة، الدعاء لما أنت بتقدم خير للناس لو بيقول لك الله يسعدك، هي الدعوة لحالها اعرف أنها عن جد رح تعود إليك بالسعادة. سبحان الله يعني رب العالمين ما بينسى الخير اللي أنت بتقدم. آمين آمين. في سؤال أخير حيكون عندنا في الحلقة اليوم عن الدعم المالي. في سؤال من هيفا بتقول هل الدعم كان صعب بأن تتلقوه، هل صعوبات في إيجاد دعم، وكيف استطعتم أن تجعلوا الداعمين يثقوا بتطوعكم حتى يدعموكم؟ حبدأ ما يزن خير. نعم طبعا لا شك أنك الدعم يعني طبعا أكيد خاصة بداية مش صعب، وفي الأول صعب، يعني أذكر مثلا في إسلامك ليف أول سنة ما كان الدخل زي ما هو عليه الحمد لله، الآن عندنا مشاريع بالملايين، كان يمكن مجرد حوالي مبلغ 100,000. نعم بالأول بيكون الدعم صعب
وبكون نوعا ما بدك يعني you need to work hard, بدك فعلا تتمرس وتورجي تقنع الناس انه انت انشطتك واعمالك وتورجيهم بالعين والصورة. وزي ما بيقولوا احيانا يعني picture speaks of a thousand words and a video of a million, يعني حتى لو كل ما تجيب توثق العمل بصورة بفيديو بتقرير طبعا بتقنع الناس. وفعلا نعم الثقة مرحلة جدا جدا مهمة. حتى أذكر في الكورس اللي قلت لك بالماجستير, يعني في جزء كبير من الكتاب الفوند ريزينج كان على ترانسبيرنسي أند أكاونتابيليتي. جزء كبير منه تقريبا ثلث الكتاب أو ثلث الفوند ريزينج كان عن هذا الموضوع, لأنه أنت المتبرع بيشعر فيك وبيشوفك وبيآمن فيك. وأولاً وآخراً سوق يعني إن صح استخدام هذه الكلمة سوق العمل الخيري أو العمل الخيري هو it's in the business of trust, يعني هو غير على السيكتور الثاني أو الأسواق الثانية. سوق الثاني الإنسان بيعطيك مثلاً خلينا نحكي $1,000, بيأخذ منك تذكرة الطيارة, بيأخذ منك منتجات, بيأخذ منك خدمات لسنة لشهر. في العمل الخيري هو فعلاً بيعطيك $1,000 وما بده منك غير الثقة. ففعلا نعم في صعوبة بالأول, ولكنه مع الاكاونتابيليتي الترانسبيرنسي الشفافية الوضوح التدوين والتقرير وبإذن الله بتجيب الثقة تبعت المتبرعين والداعمين إن شاء الله وتتطور من أصغر إلى أكبر. صفانة معك. أهلا وسهلا. نفس السؤال. طبعا يعني يمكن أكثر مرحلة صعبة جدا هي الفند ريزينج أو الدعم المادي للجمعية. مبدئيا أنا بحكي إنه أحيانا الواحد إذا عنده هدف ممكن هو يدعم نفسه بنفسه, ولكن إنك تروح لعند الناس وتحكي لهم كان صعب جدا علي في البداية كشابة لوحدي أنتقل إلى كل شخص بعرفه وأحبدي أحكي, يعني صرت حتى صار عندي تعب جسدي وتعب يعني داخلي, لأنه كل أروح لكل مكان وأرجع أعيد نفس الستوري ونفس السيناريو حتى أفهم الشخص هذا أنه أنا أعمالي التطوعية أعمال عن جد حقيقية وأحتاج فيها الدعم حتى نقدر نوصل يعني لنقطة, يعني نقدر نوصل ونوصل أصواتنا. هلأ مبدئيا يعني في كندا أصلا الموضوع النون بروفيت أورجانيزيشن مختلف في بلدان العالم. فمبدئيا احنا فعلا عندنا في موقعنا الالكتروني اللي هو www.agteam.org بيدخل المتبرع ممكن يعمل تبرع مونثلي او على طريق السنوي, او ممكن التبرع في نفس اللحظه بالمبلغ اللي بيريده لدعم الاعمال الخيريه والمشاريع القادمه. بالنسبه للي هو الدعم الشخصي, انا بروح عند الاشخاص اللي بعرفهم, مثلا الدكتور الفلاني, المحامي الفلاني, المهندس الفلاني, بقول له عندي فعاليه الفلانيه بتكلفني كذا 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 بيعطيني. وللأمانة ما زلت حتى اللحظة وحتى الدقيقة الثانية الآن واجه صعوبة في هذا الأمر. طبعا بحكم أنا بقول فعلا إسلامك ريليف يمكن بدأ نفس الموضوع معي, بس إسلامك ريليف بيختلف الآن عني لأنه هو charity as a non-profit organization, أما أنا فقط non-profit organization. إن شاء الله يك رب العالمين يكرمنا ويعني نطمح للوصول للأعلى حتى نقدر إن شاء الله ناخد fundraising أكثر وأكثر, لأنه أنا يعني بإذن الله الواحد الأحد الأفكار والأعمال التطوعية والخيرية الجاية فعلاً اللي حتكون مفيدة للمجتمع والعالم الإسلامي والعربي إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. نحتاج الدعم والدعاء من الجميع. آمين آمين. طبعاً كان في سؤال إنه هل إسلامك ريليف بتصدر إيصالات للتاكس ريسيت؟ أتوقع إنه يس, بس إذا بتحب الجواب أستاذ يزن. نعم خير, الله يبارك فيك, شكراً كثير. نعم نصدر تاكس ريسيت كونه مسجلين ومرخصين من CRA Canada Revenue Agencies. نعم نصدر تاكس ريسيت لكل التبرعات. احنا النظام اللي نتبعه اسمه Consolidated, يعني نجمع للمتبرع جميع التبرعات ونعطيهم في شهر 2 من كل سنة. وعلى فكرة هلأ كان شهر 2 تقريباً اللي مر, وزعنا لكل المتبرعين التاكس ريسيت تبعت سنة 2020 الحمد لله تم توزيعها. في أسئلة عن مؤسسات ومنظمات مثل إفران, هل أنتم نفس المؤسسة؟ لا, المؤسسات اللي معنا اليوم
مؤسسة سفراء الإحسان ومؤسسة إسلاميك ريليف يختلفوا عن مؤسسات خيرية كتير. أنا حابب أحكي كلمتين في نهاية هاي الحلقة. أنا طبعا أول شيء في البداية بدي أشكر صوفانا ويزن على حديثهم الرائع اليوم اللي جعلونا ندمع بعض الشيء، ولكن إن شاء الله تكون هذه الدمعات دمعات فرح قريبا عندما نغير حياة أشخاص على أرض الواقع. إذا أردت يا أخي أو أختي أن تكونوا من خير الناس، أن تكونوا بمن ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه خير الناس أنفعهم للناس، حاول أنك تغير حياة إنسان، وإذا بتقدر تغير حياة اثنين بتكون مرتين أنفعهم للناس، وإذا قدرت عشرة بتكون عشر مرات أنفعهم للناس. تبرعك لأحد هاي المؤسسات قد يساعدك نفسك تصلحها، قد يساعد عائلتك، قد يساعدك في شيء يبعد الله عنك. تبرعك لأحد هاي المؤسسات أكيد أكيد ستجد عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا بقول لك في يوم من الأيام زي القصة اللي حكينا إياها الأستاذ يزن، قد ترى هذا الشخص اللي أنت ساعدته يجلس جنبك على مقعد الدراسة أو في المطعم أو في المسجد ويقول يا رب يا رب اغفر وارحم لذلك الشخص الذي تبرع لي. خير الناس أنفعهم الناس ستكون سلسلة إن شاء الله على كنار تي في صوت العرب من كندا. تابعونا كل سبت الساعة 9 مساء، ونراكم في حلقة قادمة، وتصبحون على ألف خير.